السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية مع حل الدرس الأولاني والثاني في الوحدة الثالثة في كتابنا جيم 2025. تعالوا يلا نبتدي بصفحة 90 واللي بيتأكد لي فيها من حفظي وفهمي لمعاني الكلمات. طبعا عندنا كلمة improve، improve معنى يحسن أو يطور. عندنا كلمة كديب، كديب كديب ودي بمعنى الخديوي، وضايع يعني يموت، وديت بمعنى تاريخ أو بمعنى بلحة. طب تعال نشوف نمبر 1. بولي برنسس فاطمه اسماعيل واز ذا دوتر اوف، يعني كانت بنت اسماعيل، طبعا اكيد كديف، كديف اسماعيل يعني الخديوي اسماعيل. نمبر 2 بولي ذس سايت اسكس فور يور نيم اند يور اي اوف بيرث تو لوجن، طبعا بيقول لي ان الموقع ده بيطلب منك الاسم وتاريخ الميلاد عشان تقدر تدخل عليه، يبقى اذا هقول ديت اوف بيرث، ديت اوف بيرث يعني تاريخ الميلاد. نمبر 3 بيقولي I practice a lot to A in playing the guitar، يعني بيقولي أنا بتمرن كتير عشان أتحسن في لعب الجيتار، ويتحسن اسمها improve، تاني يتحسن اسمها improve. تعالى حبايبي نشوف يلا صفحة 91. طبعا عندنا throwing يعني الرمي، وعندنا at with وsafe يعني بمعنى آمن، ولost بمعنى مفقود أو ضل أو تاه. نمبر 1 بيقولي I saw a bird with my with only one leg، يعني انا شفت طائر برجل واحدة. I wonder يعني انا بتسأل how it ate its other leg، طبعا عايز اقول ازاي فقد، ازاي ضيع، خلاص ازاي فقد رجله التانية، يبقى how it lost، ولوست معنى فقد. تعال نشوف نمبر 2 بيقولي the opposite of dangerous، طبعا بيقولي عكس كلمة dangerous is، طبعا dangerous خطير يبقى عكسها safe، وsafe بمعنى آمن. تعال نشوف نمبر 3 بيقولي Sarah is good at drawing، عارفين طبعا ان good at معناها جيد في، تاني good بتاعت حرف الجر at. تعال نشوف نمبر 4 بيقولي You can score in the handball by a the ball into the goal، طبعا في كرة اليد انا برمي الكرة بايديا، فاذا هقول by throwing، تاني by throwing يعني برمي الكرة في المرمى. تعال نشوف حبايبي يلا صفحة 92. بيقولي in the race يعني في السباق runner was the first a the finish line، طبعا قلنا لما اقول اول شخص يكون باداء شيء بجيب ورا first to زائد المصدر، فاذا هقول runner was the first to cross، to cross. طب لو قال لي هو كنت قلت على طول هو crossed، لان الكلام في الماضي، لو قال لي هو اقول له هو crossed التي عبرت، انما قال لي the first بس اقول له to cross والاثنين بيصوبوا. نمبر 2 بيقول لي I lost in my grandma a month ago، طبعا اجو من علامات الماضي، ولست برضو من علامات الماضي، فلازم اختار كلمة visited، وvisited بمعنى زار. نمبر 3 بيقولي the teacher used some drawings، يعني استخدم بعض الرسومات، ايه the lesson will، اكيد لكي يشرح، يبقى لكي معناها to، يبقى to explain. نمبر 4 بيقولي my aunt works in a nurse she looks after patients، بتعترف المرضى، يبقى بتعمل ك، ودي وظيفتها الحقيقية، فبالتالي حول works as a nurse، works as a nurse يعني تعمل كممرضة. تعال حبيبي يلا نشوف التدريبات العاملة على الكلمات اللي في صفحة 96. بقولي our A team won the final all the country was happy، بقولي كل البلد كانت سعيدة، يبقى ده national team يعني فريقنا القومي او منتخبنا القومي. number 2 بقولي A is someone who is older and has more experience in life، بيبقى اكبر وكمان بيبقى عنده خبرة اكتر في الحياة، قلنا ده اسمه senior، senior بمعنى كبير. تعال نشوف نمبر 3 بيقول it's important to take your A on time to be، طبعا بيقول لي ان من المهم انك تاخد ال A في ميعاده عشان تبقى افضل، طبعا اكيد هاخد medicine، و medicine حبيبي معناها الدواء. نمبر 4 بيقول لي the A wore a beautiful dress in the party she was so attractive، بيقول لي كانت جذابة جدا، يبقى مين اللي هتلبس فستان جميل؟ اكيد طبعا ده princess، و princess حبيبي بمعنى الأميرة. تعال نشوف نمبر 5 بيقول لي she played in her school team and scored many goals، طبعا يلعب لصالح حبايبي اسمها play for. تعال نشوف نمبر 6 بيقول لي yesterday I ate an experiment in the science lesson، عارفين ان experiment بتاخد الفعل جو، فبالتالي هجيب جد لان الكلام في الماضي. نمبر 7 بيقول لي the dog is a boy but it didn't hurt him، بيقول لي ان الكلب ايه الولد لكنه ما اذاهوش، يبقى اكيد attacked، واتاكد حبايبي معناها هاجمة. تعال نشوف نمبر 8 بيقول last week my favorite plant، يعني النبات بتاعي because we didn't water it enough، طالما لم نرويه يبقى اكيد هو ضايد، وضايد حبايبي بمعنى
مات. تعال نشوف نمبر 9، بيقول الدكتور مجدي يعقوب helps children in heart problems. طبعا المشاكل الاطفال اللي عندهم مشاكل في القلب اسمها children with heart problems. تعال نشوف نمبر 10، بيقول if you get high marks you will get a prize. قولي لو انت جبت درجات عاليه اكيد طبعا هتحصل على هديه او تفوز بهديه، فاكيد win a prize. win a prize يعني يفوز بجائزه. تعال نشوف نمبر 11، بيقول is a sport with 7 players in a team. They score by throwing the ball into the goal. رمي الكوره خلي بالك مش kicking the ball، لان لو كيك يبقى ده كره قدم وهنا هتلاقي 11 لعيب، اما دول سبعه بس وبرمي الكوره ده اكيد هاند بول. نمبر 12، بيقول لي my mother was so يعني ماما كانت because I cleaned up my room. طبعا اكيد كانت مسرورة، ومسرورة معناها pleased. تعال نشوف نمبر 13، بيقول لي when a group of people have the ability، لما مجموعة من الناس يكون عندهم القدرة to work together it's called، اكيد طبعا ده اسمه تيم ورك. تيم ورك حبايبي يعني عمل جماعي. تعال نشوف نمبر 14، بيقول لي do you feel it during exams؟ هل انت بتشعر ايه اثناء الاختبارات؟ اكيد طبعا do you feel nervous؟ انا بسال واحد اذا كان بيشعر بتوتر ولا لا. نمبر 15، بيقول لي سامي واز ايل اند ونت تو هوسبيتال فور اي. بيقول لي سامي كان عيان، يبقى اكيد هيروح المستشفى عشان العلاج، والعلاج حبايبي اسمه تريتمنت. تعالوا يلا حبايبي نشوف صفحه 97، بيقول لي ماي تيتشر از فيري اي هي نيفر جيتس نيرفس. بيقول لي المدرس بتاعي عمره ما بيتعصب، يبقى اكيد هو بيشنت، وبيشنت حبايبي بمعنى صبور. طب تعالوا نشوف اللي بعدها، بيقول لي اي اولويز جيف ماني تو اي that helps poor people. حدي الفلوس بتاعتي مين اللي بيساعده؟ الناس الفقراء. اكيد طبعا دي تشاريتي، وتشاريتي حبايبي معناها جمعيه خيريه. بيقول لي ايه does experiments to study how things work. طبعا بيعمل تجارب عشان يشوف الاشياء بتعمل ازاي، ده اكيد ساينتست. ساينتست حبايبي بمعنى عالم. بيقول لي everyone works hard to be كل الناس بتعمل بجد عشان يكونوا ناجحين طبعا، ده to be successful. successful معنى ناجح. نمبر 5، بيقول in 2020 في 2020 Egypt won the final match ايه تونيجا. طبعا كسبت المباراه النهائيه ضد تونس، وضد دي معناها against. تعال نشوف نمبر 6، بيقول ايه trains people how to play or improve sport. مين اللي بيدرب الناس عشان يتحسنوا في الرياضه؟ اكيد طبعا ده السبورت كوتش، المدرب الرياضي. طيب نمبر 7، بيقول اذا نوت هاند بول تيم won the under 19 world cup final. طالما تحت 19 سنه يبقى ده جونيور بمعنى ناشئين. تعال نشوف نمبر 8، بيقول لي is a large dangerous animal that lives in the sea. يعني حيوان بيعيش في البحر وكمان خطير وكبير، ده اكيد شارك. وشارك حبيبي بمعنى سمكه القرش. نمبر 9، بيقول لي the Egyptian handball team are all A. They won the cup. طبعا طالما كل كسبوا الكاس يبقى اكيد كلهم هيروز، وهيروز حبيبي بمعنى ابطال. تعال نشوف اللي بعدها، بيقول لي ايه هيز كاميرا يسترداي. طبعا بيقول لي وايه الكاميرا امبارح؟ اكيد طبعا هيكون لوست، ولوست بمعنى فقد الكاميرا. تعال نشوف نمبر 11، بيقول لي اي جيفز ماني تو بيبل اور بليسز. طبعا مين اللي بيدي فلوس للناس وكمان للاماكن؟ اكيد طبعا الباترون. باترون حبايبي بمعنى الراعي. طب مثلا ما قلتش فولنتير، لو قلت لي فولنتير هقول لك غلط. ليه؟ لان الفولنتير حبايبي بيتطوع بالاعمال، معناه ان هو بيدخل مكان او بيساعد ناس بعمل وليس بفلوس، فده بقول عليه متطوع. اما الباترون هو اللي بيرعى بالمال او الفلوس. تعال نشوف نمبر 12، بيقول لي از ان ايفنت وين بيبول تراي تو جيت ا برايز. بيقول لي حدث الناس بتحاول تكسب فيه جائزه، ده طبعا كومبيتيشن بمعنى مسابقه. تعال نشوف نمبر 13، بيقول لي اي نوز هاو تو لوك انسايد ذا بادي تو هيلب بيبول هو ار ال. بيقول لي بينظر داخل جسم الانسان عشان يساعد الناس التعبانين، ده طبعا اكيد سيرجن. طالما بيشرح الجسم وبيدخل داخله ده بيسميه سيرجن حبايبي، وسيرجن معنى جراح. نمبر 14، بيقول لي برايف از ذا اوبوزيت اوف. بيقول لي شجاع دي يا حبايبي، شجاع عكسها كاورد، وكاورد بمعنى جبان. بيقول لي ذيس از ذا سكول ويتش وان ذا ايمج. بيقول لي دي المدرسه اللي كسبت الماتش الايه او المباراه الايه. طبعا خدنا المباراه النهائيه اسمها فاينل ماتش. تعال نشوف نمبر 16، بيقول لي سميره موسى واز Egypt's first female A scientist. بيقول لي ان سميره موسى كانت اول عالمه ايه مصريه انثى. طبعا نيوكلير، قلنا نيوكلير بمعنى نووي. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا انا ما كنتش اشتركت في القناه اشترك بسرعه، لو ما كنتش فعلت الجرس
فعلي الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. ولو مش متابعنا من الاول ممكن تدخل على صندوق الوصف هتلاقي الحلقات من اول ما بدأنا لغاية ما احنا وقت شهر لكل زمانك عشان الكل يستفيد. جبا. السلام عليكم.